ترجع مرة ثانية أيضا ل منتخب السعودي. جول 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 لعويران، لعويران سبعة لواضع الأسطورة، الصلاة على طول سعيد لعويران من جهة الشمال ويحط قرينة فيها على طول حقيقة قنبلها فعلا على طول جول محرز هذا فريق منتخب السعودية. السعودية واحد الآن تايلاند لا شيء. شوف العز شوف العز شوف العز شوف العز، هاي لما لعبت وصلت على طول للعويران من جهة الشمال ويحط شماله فيها بكل قوة يلعبها نما كرة الحقيقة تدخل الجول محرز منها العويران هدف السعودية الآن. إذا شوف العز بالعادة من جهة الشمال ثمن حصل العويران على طول ويحرز منها هدف. إذا السعودية الآن واحد تايلاند لا شيء دافع وبالتالي لعب الكرة طلعت برا الملعب. ضربة ركنية لصالح فريق منتخب السعودية اللعب على طول. خالد يلعبها لدوريفي براس يلعبها بالجول جول 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 جول. فهد لريفي يلعب براسه على طول. فهد لريفي كرة اللعب توصل الفريق السعودي بالراس اللعب على طول لفهد لريفي من خالد مسعد. لعب لفهد لريفي يحرز من شوف كورنر هذا اللي عاد لما لعبت ميان يلعبها يوسف توصل على راس خالد مسعد يلعبها على طول لريفي براسه يلعبها في الزاوية الضيقة على حارس المرمى للمنتخب التايلندي. سميد كرة معاه أنا ما يخلصها منه خالد. خالد مسعد الكرة معاه طلع بعرض مقدم جول 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 جول. يوسف يوسف الميان يوسف الميان حلوة الحقيقة لعبة ملعوبة تمام التمام ملعوبة تمام التمام من خالد مسعد يلعبها على طول في مواجهة المرمى يلعبها ويستقبلها ليوسف الميان على طول بطريقة يلعبها بالجول محرز الهدف الثالث للمنتخب السعودي. خالد مسعد هو اللي لعبها. شوف لعب لما خطفها من سومس كرة انخطفت من سومس مشى فيها ثنيان عامل فلو حلو الحقيقة على طول يلعبها يطلعها بعرض الملعب الكرة تدخل طبعا الجول محرز منها ثنيان الهدف الثالث للفريق السعودي. يظهر عنده شد عضلي وشايف حتى في لاعب قاعد يستقبل الان من المنتخب السعودي لكرة اللعب. الجول جول 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 فهد لريفي جول فهد لريفي يحرز الهدف الرابع. فهد لريفي فهد لريفي في الدقيقة 27 من زمن الشوط الثاني من المباراة والهدف الرابع. الهدف الرابع شوف لعب العالم من لعبت على طول بعرض الملعب يستقبلها لريفي اسمه هو فهد البيشي ومعروف فهد لريفي فهد